وارزون الحدث الأبرز لعشاق الهيب هوب في تونس آخر مارس مسرح نجمة الشمال جمع راقصين بيت ميكرز دي جي ام سيز رابوريت نسي كل تلمو باش نقدم لكم تفاصيل الدورة الثانية دورة لمت تقريبا أكثر من 80 مشترك كنا حاضرين وتابعنا كل مراحل التنافس بين شباب توانسة اختاروا يعبروا بالكلمة والموسيقى والحركة بإمكانية ذاتية وحماس كبير الوارزون نجحت باش ترسخ ركائز تظاهرة المستقبل كفيل باش يخليها تزيد تكبر هذه الوارزون الدورة الثانية في متابعة خاصة السبت 30 مارس احنا في قلب العاصمة التونسية قدام مسرح نجمة الشمال كما تشوفوا برشا ناس كبار وصغار أغلبيتهم لابسين ستريت وير الحدث لهنا الوارزون تظاهرة تتنظم للمرة الثانية بعد ما صارت النسخة الأولى عام 2016 بنجاح كبير تظاهرة هذه تنظمها جمعية نولي ميتار بالتعاون مع إمغاب خود من مادة 3 الفريق الكل حاضر لآخر التفاصيل تقريبا كل شيء جاهز لاستقبال الناس اللي جات باش تحضر دورة فريدة من نوعها في تونس لهنا نلقاو برشا مشاركين باش يتنافسوا في مجالات مختلفة يدوروا حول عالم الهيب هوب البريك دانس بيت ميكر الراب دي جيينج وغيرهم ورزون معناها ايدي جاتني في 2016 معناها انا انسان خدمت في برشا معناها ايفنمونات بوب كنت بي بوي قبل معناها كنت مبرك وعملت دانس وبعد وليت نعمل راب كل حسيت روحي تعديت على برشا اليمون معناها وتعلمت برشا حاجات في الاكسبيريونس نتاع الاورغانيزاسيون ايفنمونسيال هذا الكل عملتها قبل 2016 وحبيت نعاود نجي لتونس باش بالحق كان نجيبك الاكسبيريونس اللي تعلمتها لبرا ونجيب العباد اللي عرفت اللي عرفتهم لبرا والعباد اللي نخدم معاهم لبرا اللي هما ديزارتيست بالرسمي يطيروا على الاخر البداية مع البريك دانس أكثر من 50 دانسور شاركوا في الباتل قاموا بتصفيات قدم لجنة تحكيم متكونة من 3 أعضاء ياشي، مات بوب والبي بوي جيس الغربي الناس هذوما اليوم بيش يشرفوا على التصفيات هذه وبيش اختاروا شكون الأحسن كومبيتيسون فيها برشا إثارة شباب أغلبهم تعلم الرقص في الشارع واليوم فخورين بالمستوى اللي وصلوا له كانت مع جروب ياكوزا نجاح كبير وفرحة عند المتوجين سمعنا اللي فما ايفنمون اسمها وورزون تلم فيها الدانسيرات واللي زيم سي والبيت ميكرز جينا باش معنا جينا باش نشطحوا نشيخوا عباد تعرف بعضها تتلم فايبز باهية نبدلوا بها الجو تعرف بلاد خايبة فيها شوي وضع ماهوش هو جينا بدلنا الجو شطحنا عملنا الحاجة اللي نحبوا عليها فرحنا حبينا بعضنا هزينا الباتل يعجبني برشا برشا والنيفو متاع تونس واحد من الأعلى وحدات اللي أنا ريتهم
على نيفوات ما عمري ما ريت نيفو هكا، على الفايب نتاعهم، على الانرجي، على الموفز، على الكومبو، على الفيلينغ كي عندهم هما بعضهم. فهمت كيفاش الفرنشيب؟ نحب تونس تولي مزيانه في عين العباد اللي لبرا، نحب تولي توريست، نحب تولي ارتيست يجيو، توريست اللي يحبوا الارتيست هذاك ولا فان بالارتيست هذاك يوليو يجيو كيما المروك عامله. وهذه الحاجه اللي انا نحب نوصلها للعباد، بليف بليف بليف، امن بروحك كانسان، قدم نورمال، اخلق حاجه، اخلق ماركتينغ، خمم كيفاش نعمل، كيفاش نبيعها الحاجه دي، كيفاش نجم نعيط العباد، كيفاش نجم نكون باهي مع العباد، كيفاش نجم نخلي العباد تحبني ونعطيهم حاجه باش ناخذ. المرحله الثانيه باتل مع لي بيت ميكينغ، لجنه تحكيم اخرى تتكون من جالعي، ريد شوبر، الكاني، 10 متنافسين باش يتنافسوا لينيل لقب افضل بيت ميكر في الدوره هذه. لهنا كل زوز باش يحطوا الموسيقى اللي خادمينها لي زانسترو ولا المقاطع الموسيقيه اللي انجوها، والقرار الاخراني يرجع لجنه التحكيم. الجوري بعد ما سمع بتركيز حسم القرار نتاعو. ذيا سويدي هو الرابح في مسابقه البيت ميكينغ. سمعت باللي في موقع فيسبوك ورزون، عندي شو اسمه ريد شوبر، عندي معاه كونتاكت معايا، قال لي عليه تنجم تشارك معايا في الكومبيتيسيون. لا من حتى راك تربح حقها، ما كذبش عليك، غير تحط في روحه ثقه معايا باش نجم يربح. هاي ديما يصير نورمالمون، معناتها واحد يربح كونتاكت ويا تربح برشا عباد، يعرف برشا عباد معناها، ديجا برشا عباد كلموني معناها على خدمه خاصه. وقيد تو مع الراب باتل 10 رابرات، منهم زوز يرابيو بالانجلي باش يحاولوا يبهروا الجمهور، وخاصة يقنعوا لجنة التحكيم يقدموا أحسن ما عندهم، على أمل أنه واحد فيهم باش يكون الأفضل ويربح. جوري لهنا زوز رابرات كونفيرمي، بالحسن امباير وأودي تمبر، رابر جي خصيصة من بلجيكا باش يحضر الوارزون. بعد التصفيات جاء وقت الحسم، لهنا اللجنة باش تقيم الفلو، الحضور، الكلمات ومستوى الأداء. الرابح في الباتل هو رامي بن عثمان. حاجة تفرحك أخويا، هذيك هي خاطر جاي من بلاصة كلي تصنع عنا، راهو برشا حاجات مزيانة ما تلقاش ليتار نتاعها وكذي. Je pense qu'il y a, il y a beaucoup de potentiel, autant old school que new school, trap stuff. C'est vraiment cool de voir l'énergie qu'ils ont et de voir que d'un pays, par exemple d'ici, jusqu'en Belgique, à Bruxelles, on vibe sur les mêmes, même styles, les mêmes flows. On ressent vraiment l'énergie et la passion pour le hip-hop en fait. تظاهرة كانت فرصة لبرشا شباب مغرومين بثقافة الهيب هوب باش يوريو القدرات نتاعهم وإتقانهم بغرامهم. ثقافة تعملت وكبرت في الشارع وللشارع بالأساس، في انتظار أنه نوريو نشوفوا في بلادنا تظاهرات أخرى كيما هذه تزيد تأثر الشباب هذوما وتخليهم يبرزوا، وخاصة الألقاب اللي خذاوهم يكونوا لهم دفع باش نجموا نلقاو مشاهير ونجوم في تونس بفضل الموهبة نتاعهم.